دلل كرشك طيلة شهر رمضان الكريم 12 نص النهار بتوقيت بيروت، معي أنا شيف شادي زيتوني على راديو تموز الإلكترون. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 سهيلي، الطريق العام N57، كسروان 00961923103، 00961321970، إيميل info@chefcz.com www.chefcz.com. أحبائي أصدقائي مستمعين راديو تموز، برحب فيكم من القلب، بشكر الجميع على المتابعة اليومية إن كان مباشر وإن كان كمان على المتابعة اليومية وكمان للحلقات السابقة على قناة يوتيوب راديو تموز وعلى قناتي أنا كمان شيف شادي. عن جد بشكر كل إنسان عم يعلق، كل إنسان عم يحط لايك، أو كل إنسان عم يسألنا أي سؤال، وبعتذر لأني عم طول عليكم بعض الأيام. اليوم حلقتنا قطر، اليوم حلقتنا بقلاوة، أو حلقتنا عجينة البقلاوة. حلقتنا هي شعيبيات وربات، هلأ منقول شو هن الوربات، وكمان رح نحكي هلأ عن المفروك الخضرة، لأنه كمان هاي ولا مرة بعد حكينا عنها. بعتذر من الجميع، هلا بدهم يقوموا علي مفروكة خضرة وفستق حلبي، والفستق حلبي سعره غالي يا شايف شاي. طيب اوكي يا مدام، ما تعملي مفروكة خضرة، اسمعي اكتبيها وبس يرخص كمان هالفستق الحلبي بيمشي الحال بنعملها. وكمان في غش كتير عم بيصير بمحلات الحلواني، عم يحطوا ألوان خضرة. اوكي ما بعرف شو بيجيبوا من قصص، يمكن اليوم بالمكسرات قشره خضره بيجيبوا، ما بعرف. مهم اليوم اكيد تيعطوا هاللون الاخضر، منلاقي اللون زيتي طالع كانه ما بعرف، يعني ما كيف بدي شبه، ما بعرف، مثل البحر يعني. واكثر كمان منلاقيها انه حتى نحن بس نعملها بالبيت ما منلاقيها خضره هالقد. طيب اليوم اذا بدنا نعملها خضره بهالطريقه ونحط فيها يا مدام كاجو أو جوز أو لوز، فينا نجيب ملون أخضر صالح للأكل ونحط نقطتين، طلعت عنا مفروكة خضرة باللوز. كيفني معك؟ شو بدنا مقادير تنعمل الخلطة التقليدية الحلوة؟ عجينة الفرق بدنا 200 جرام، اللي هي صرنا منعرفها شو هي، عجينة فرق الكنافة. إذا غير موجودة فينا نجيب شعيرات العصمة اللي ونفرمه ناعم ناعم. بدنا من السمنة أو الزبدة، بس أنا كمان أفضل السمنة، حوالي 60 جرام، يعني شي ربع كوب ونتفي. بدنا من الفستق الحلبي الأصلي الطيب اللي بيعقد اللي بيجنن 2 كوب، حوالي 300 جرام. بدنا من سكر البودرة كوب واحد 100 جرام، مي الورد أو ماء الورد، في عالم بيستعملوا ماء الزهر، بيرجع لألكن، حوالي 75 ملي، يعني حوالي 5 ملاعق كبار. شو بنعمل؟ بناخد السمنة والفركة ومنروح فيهم لوين على النار، سمنة وفركة، يلا يلا منحرك منحرك. بهالوقت منكون حاطين نحنا الفستق الحلبي بصينية بالفرن، بدنا نحمصهم من دون ما يتغير لونهم. نفس الشي كمان الفرك مع السمنة على النار حوالي 7 دقائق، 8 دقائق، 10 دقائق، منحرك دايما تتنشف من دون ما يتغير لونه. ساعتها منحطهم على جنب اتنيناتهم من بعد ما يتحمص الفستق، وكمان تبرد، يتحمص الفستق بالفرن من دون ما يتغير لونه ويبرد، وكمان الفرك مع السمنة تبرد، منحطهم اتنيناتهم بمكنة الفرن ومنفرمهم مرتين، اوكي، عن ناعم مرتين، ومرات بيلزم 3 مرات تيفوتوا ببعضهم مظبوط، وياخد الفستق الحلبي على كل
هل فركة الكنيفة خلينا نسميها أو الفركنة يعني. هون صار عنا كله أوكي. هون منضيف السكر الناعمة عليهم، نبلش نعجن يعني، منضيف المي الورد مع الخليط الفرك والفستق الحلبي تيصبح عنا خليط مثل العجين. هيدي هي الفركة الخضرة، منحشيها قشطة يس، منحطها بقلب الصحن وعليها قشطة يس، قطر يس، كمان فستق حلبي خلص بقى، فستق حلبي على وجهه فينا نحط على وجهه من فركة الكنافة اوكي، خلص بقى فركة الكنافة خلص قشطة، وحطوا زهر الليمون وبلا ما تزيدوا قطر بالخالص تطلع طعمتها بتعقد بتجنن، ويلي بده يضيف قطر الف الف صحتين. في عالم على فكرة بيحشوها قشطة وبيعملوا الجناش تبع الشوكولا وبيحطوا الشوكولا عليها دايب وعم ينزل، لأنه فيكن تعملوها أنتو بقلب الكباية أوكي، مثل ما راح تشوفوا كمان بالفيديو يلي مربوط بالحلقة أوكي، أو فيكن كمان تفوتوا وتزوروني بكمان قناتي على يوتيوب شادي زيتوني وتكتبوا مفروكة خضرة وتشوفوا كيف منعملها بشكل قالب بقلب كباية بقلب قالب، القالب ممكن كمان يعطينا شكل وردي، ساعتها هيدا بيرجع لألكن ولا أطيب من المفروكة الخضرة بالعالم. أما الشعيبيات حضروا كمان الحلقة هلأ، شعيبيات بتعقد بتجنن، كيف بدنا نعملهم بالبيت؟ بدنا نشتري عجينة البقلاوة، أو كمان في عالم بيسموها عجينة الفيلو، أو في عالم بيسموها عجينة الجلاش، بدنا حوالي 7 أوراق فوق بعضهم أوكي؟ هلأ 10 يا مدام 10، بس انه 7 بكفوا، انا برايي 7 بكفوا. بدنا نقطعهم 10 سنتي ب 10 سنتي، 9 سنتي ب 9 سنتي، 8 سنتي ب 8، حسب قد ايه بدنا يكون كبر اوكي هل خلينا نقول هالشعيبيات اللي بدنا اياها. هلا اذا عندنا اولاد صغار فينا نعملهم صغار مثل السمبوسك، فينا نكبرهم، فينا نعملهم مثل محلات الحلويات، اذا مثل محلات الحلويات بدنا نروح على 10 سنتي ضرب 10 سنتي. شو بنعمل هون يا شيف شادي؟ بدنا نجي منحط هالعشر وراق فوق بعضهم أو السبعة، منقيس 10 سنتي بالعرض ومنقص بالطول قد ما بتكون خلوة طويلة، ومنجي ساعتها منجي منقطعهم كل 10 سنتي بالطول منقطعهم، صار عنا هيك نحنا 10 بـ10 10 بـ10، منحطهم ومنروح منحضر. على قبل ما نحطه نحن على الصينية بدنا نكون محضرين القشطة المنزلية، لأنه بدنا نطبخ نحن الشعيبيات، سو ما فينا نحط بقلبهم القشطة الطازة، القشطة الطازة راح نحطها بالوربات، بالشعيبيات منحط القشطة المنزلية، القشطة المطبوخة، القشطلية يا مدام، بدك تعمل مهلبية اعمل مهلبية، بس رح نعطي نحنا مقادير القشطة المنزلية. والقشطة المنزلية يلي بدنا نحطها بقلب الشعيبيات أو بقلب أي حشوة بدنا نحطها بالفرن، ما منحط بالقشطة سكر، وإلا بتتحول القشطة بداخل البقلاوة بقلبها بداخل الشعيبيات أو بداخل أي عجينة إلى لون أسمر. ما بدي أنا، بدي العجينة يضل لونه أبيض بعقد الدوب، وإجي أنا بعدين بس أقدم حط عليها القطر من فوق. لكن بدي كوب واحد من الحليب البودرة وكوب واحد من المي، بخلط، ما عندي حليب بودرة بجيب أنا حوالي الكوب ونص أوكي، خلينا نقول باردون كوب من الحليب السائل مش كوب ونص، لأنه هني كمان لما بتحطوا أنتوا كوب واحد من الحليب مع كوب واحد من المي بيعطينا الحليب يكون كتير كتير قوي أوكي، يعني كمية كتير كبيرة. أما إذا استعملتوا أنتوا، أنا هذا اللي بدي إياه حتى تطلع كمان في دسامي في طعمي قوي للحليب، مش ملعقتين أو ثلاثة بقلب الكباية. أما إذا ما نستعمل حليب طازة كامل الدسم، إذا بدنا منجيب كوب واحد بده ملعقة كبيرة من السميد. شو بنعمل؟ منحط الحليب تيغلي، منسقط فيه كمان من السميد، وساعتها هون نحنا جاي عبالنا نحط زبدة، منحط كمان قطعة من الزبدة بقلبه، وإذا كنا بدنا نعملها فيها سكر تنقول بدنا نستعملها لشي تاني، منحط فيها كمان هون سكر حوالي الملعقتين كبار، بس نحنا بدنا القشطة المنزلية اللي عم نحكي عنها كرمال الشعيبيات بلا سكر. سو
منروح منحط نحن هالأشطل منزلية بقلب صينية ومننطر تتبرد. بردت، جبت عجينة البقلاوة 7 أوراق 8 أوراق 9 أوراق 10 أوراق فوق بعضهم، قطعتهم 10 سنتي ب10 سنتي. أنا بدي أقول شغلي أنه خلونا ناخد بعين الاعتبار أنه في حدا من المستمعين ما فهم علينا في الفيديو. إذا بتريدوا حضروا الفيديو بتشوفوا كيف حطينا وكيف قطعنا عجينة البقلاوة وين حطينا شو اسمه الحشوي بالضبط. بتكون باردة الحشوة طبع القشطة المنزلية، سكرنا حطيناهم بقلب صينية. من بعد ما حطيناهم بقلب صينية بنكون حاطين السمنة على النار سخنة حوالي 30-40 درجة، يعني فينا نحط إصبعنا فيها، ومنجي منحط منكتر من السمنة على وجه الشعيبيات ومنحطهم بالفرن عليهم كلهم. انتبهوا بقلب الفرن إذا حطينا كيلو سمنة ولا 2 كيلو سمنة ولا نص كيلو، هي الشعيبيات يعني عجينة البقلاوة بدها تشرب الكمية اللي بدها إياها. يعني اللي بفضل نرجع منخدهم، أوكي نرجع منشيلهم نستعملهم لغير صينية إذا بدنا بعدين. سو هون نطبخهم بالفرن بس هيك يصير لونهم حلو بعقد، منشيلهم لبرا. وانتبهوا انتو عم بتسكرون مثلث ما تكبسوا كتير عليهم حتى الوراق ما ينكبسوا كتير على بعض. 2 تما تطلع القشطة لبرا لأنه بعدين بتصير سودة بقلب الفرن. منشيلهم لبرا بس يستوي ومنحط عليهم القطر من بعد ما نكون شلنا السمن الزايدة، أوكي. وبعدين منقدمهم ومنكلهم صحتين مع كمان شوية قشطة على راسهم من فوق طازة، مع شوية كمان من زهر الليمون والفستق الحلبي. هيدي بالنسبة للشعيبيات. طيب يا شيف شادي، إذا ما نعمل الوربات شو بنعمل؟ الوربات نفس الموضوع بس نحنا ما بنعمل القشطة، ما بنعمل القشطة المنزلية، بيكون عنا قشطة طازة وبيكون عنا فستق حلبي مجروش أو مقطع أو مقصوص ناعم أو مقصوص على السكين، يعني في مكانات بتقصه مثل شرحات رفيعة رفيعة رفيعة، حاطينهم بقلب جاط وعنا القشطة بقلب جاط. جينا على عجينة البقلاوة وعملناهم 7 وجينا قطعناهم 10 سنتي ب10 سنتي، 7 ب7، 5 ب5، 3 ب3 حسب كبر الوربات اللي بدنا اياهم، ومنسكرهم على بعضهم من دون حشوة. يعني اعتبروا عم تعملوا شعيبيات بلا حشوة. حطينا السمنة حطيناهم بالفرن واو صاروا بعقدوا، شلناهم لبرا. بس طلعناهم لبرا وبردوا ناخد سكين هيك راسه شوي صغيرة، منحاول ناخد النص وين سكرناهن وين الزاوية تبع المثلث، ومنحط السكين ومنفتحها شوي. بتفتح ساعتها منعبيها نحن من القشطة طازة، كتروا شوي القشطة طلعوها لبرا ندفي، ساعتها بتروحوا من الملتين فستق حلبي وفستق حلبي وحطيناها بالصحن، فستق حلبي وفستق حلبي وحطيناها بالصحن، وبعدين حطوا القطر على وجهها، فستق الحلبي والقشطة وزهر الليمون وألف صحتين. وشكرا كتير لكم، وأنا كتير كتير بشكركم على المتابعة وعلى الحضور وعلى التعليقات وعلى الكومنت وعلى اللايكات. وبكرة حلقتنا مثل العادة دل الكرشك أجمل من اليوم. باي. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 سهيلي الطريق العام N57 كسروان 00961923133 00961321970 إيميل info@chefcz.com www.chefcz.com. دلل كرشك تيلة شهر رمضان الكريم 12 نص النهار بتوقيت بيروت، معي أنا شيف شادي زيتوني على راديو تموز الإلكتروني.